بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مضخة دبرياج متاع جولف ومتاع بورا متاع فولكسفاجن بصفة عامة. مولا السيارة عنده يعاني في الامبراج، عنده توم سنين هو يعاني في مشكلة الفيتاس. وطبعا وقت باش يحكي على الفيتاس هو على الغيارات متاع السيارة، هو يحكي للميكانيكي يقول له راه عندي الغيار سافا الفيتاس مش باهي. وهو المشكله مش في الفيتاس، المشكله في الامبرياج. علاش الامبرياج؟ لان فيه مش قاعد يكمل، رغم اللي هو كاسح ويابس لكن مش قاعد يكمل في الكورسه اللي لازمها باش يبعد بها الديسك على البلاتو. كونه علاش؟ لان القطعه هذه فيها برشا فراغ. شفتوها هذه كتبت فيها برشا فراغ، تعمل المشكله هذاك. ليش؟ لان ما تعطيش الغرض اللي هي ما تكملش الكورسه نتاع الامبرياج. سمو احنا الكورسه نتاع الامبرياج ما تكملهاش هكا. علاش؟ هو خاطر يبلغ المعلومه يقول لك راه عندي انا الفيتاس او الواحد غير ما يتعداش، مش فيتاس هو يقصد كونه عنده مشكله في الفيتاس، لكن ما يركزش انه هو فما مشكله في الامبرياج، رغم ان الامبرياج بلا كاسح ومش طري وقوي، لكن في نفس الوقت هو فيه مشكله لان الفراغ هذا موجود، الفراغ هذا موجود ما يكملش المسافه اللي لازم يفصل بها على الديسك، بلاتو ما يكملش المسافه باش يفصل بها على الديسك، يعمل المشكله هذه. في تو هذا يعني جاب لي سيارته بدت لها موتور وقال لي راه مشكله عندي في الفيتاس. قلت له باهي الفيتاس مش مشكله تو نصلحوه. انا ركزت على الفيتاس ما نكتبش عليكم، ركزت على الفيتاس. الفيتاس لقيت طبعا الموتور معاه بواته وكل شيء، تات المشكله والكواب اللي لابس عليهم، لكن المشكله قال لي هي قاعده نفس الشيء. اش معناتها قاعده نفس الشيء؟ قال لي هو ما يتعداش فيتاس. رحت جربت انا فيها المشكله هذه نتاع الفراغ اللي هو في الفيتاس. بدلنا له القطعه هذه والحمد لله مشات لاباس، وتشوفوا الموتور يخدم وشاف رحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.